مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من خليك في الحوش، نتابع من خلالها الوضع الوبائي في ليبيا، ايضا خروج حاله ثالثه حاله شفاء في مدينه سرت، تابعوا اخر المجريات هناك في مدينه طبرق ومدينه بنغازي والعديد من المواضيع المهمه الاخرى، وكذلك اليوم حتكون لنا وقفه مع الوضع الوبائي في الشقيقه تونس. كل هذا واكثر في حلقه اليوم من خليك في الحوش. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده اليوم. طبعا زي ما تابعتوا سؤال حلقتنا متعلق بقصه التحليلات والمشغلات، وخاصه ان في الاسبوع الماضي من خلال خليك في الحوش ابرزنا العديد من الاخبار اللي تتكلم على وصول الاف المشغلات، عشرات الالاف المشغلات لمعتيقة، كذلك مطار مصراتة، ومع هذا لغايه الان لم ترتفع، في ارتفاع بسيط يعني بضع مئات. فنبغى نعرف رايكم، ليش لغايه الان ما تمكناش في ليبيا من زياده اعداد التحاليل بشكل يومي، خاصه ان ليبيا بعد اعلان منظمه الصحه العالميه ان احنا في المستوى الرابع، وهو المستوى الذي يعني الانتشار المجتمعي الذي تخرج فيه الامور عن السيطره، واللي حدث في عديد من دول العالم. مشاهدينا ممكنكم الاجابه ان كان على البث المباشر موجود على صفحتنا 218 تي في على الفيسبوك، او ايضا عبر الرسائل الصوتيه للرقم المخصص بالواتساب، دائما يسعدنا استقبال رسائلكم الصوتيه بكل تاكيد. تنمشي الورلد ميترز انفو، وامس في حلقه مع زميلي العزيز محمد حديد جاوزنا 21 مليون ونصف اصابه، واليوم ما نقتربه من 22 مليون، والعدد بالضبط هو 21 مليون و914 الف و980 اصابه مؤكده بفيروس كورونا، وهذا الارقام اللي دائما نقول ان هي منذ بدايه انتشار الفيروس على مستوى العالم، يعني اول ما بدا يوصل الكورونا وانطلق من اقليم هيبي اللي عاصمتها طبعا ووهان في الصين الى يومنا هذا، وليبيا كانت من اخر الدول اللي وصل فيها الفيروس. يعني اعداد الوفيات على مستوى العالم تجاوزنا المليون الا ربع، والعدد بالضبط الان 774,756 حاله وفاه من فيروس كورونا طبعا، بينما حالات الشفاء الرقم كبير الحمد لله، ان شاء الله يزيد يكبر ويزيد اكثر من هيك. العدد تو بالضبط حالات الشفاء على مستوى العالم 14,639,840، هذا منذ بدايه الانتشار. نجو هنا للاكتف كيسز اللي تعني الحالات النشطه، اي الحالات اللي لغايه الان تعاني من فيروس كورونا، يعني الناس اللي قاعده مريضه من الفيروس، عددهم 6.5 مليون على مستوى العالم. من 6.5 مليون في 6,436,000 اي ما نسبته 99% وضعهم مستقر، فقط 64,000 اللي نسبته 1% واخي اقل بشويه من 1% هم اللي حالتهم خطيره او خلينا نقولوا جادة وتحتاج البقاء أكثر في العناية الفائقة حسب الورلد ميترز انفو. شوفوا أكثر الدول اللي فيها انتشار من فيروس كورونا على مستوى العالم، رقم واحد بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية اللي إجمالي الإصابات فيها تجاوز 5.5 مليون إصابة منذ بداية الانتشار. اليوم فقط ولغاية الآن في 8,326 إصابة مؤكدة بالفيروس و69 حالة وفاة. أمريكا تجاوزت 71 مليون كشف، وهي أكثر دولة في العالم دارت تحاليل، وإحنا اليوم سؤالنا متعلق بالتحاليل. أمريكا مدارة أكثر من 71 مليون تحليل، طبعا في ليبيا ما بدناش نقارنه بأمريكا بكل تأكيد يعني، لكن تعطيك إجابة ليش هم عندهم عدد كبير من الإصابات. لما نقولوا تم اكتشاف حتى في ليبيا وتنقولوا 300 إصابة، هذا مش معناها إصابات جديدة، لا، هذا الناس مصابة، احنا المصابين بالالاف في ليبيا، لكن الناس اللي نديروا لها في التحاليل نلقوا في نسبة منهم عندهم الإصابات، وهذا اللي صاير في أمريكا بالضبط، لأن تحليلاتهم هلبة، فبالتالي بتكون الإصابات والاكتشاف الإصابات يكون رقم كبير. ثاني دولة مضررة أو فيها إصابات كبيرة هي البرازيل، عندهم 3,728 إصابة و175 حالة وفاة. على العكس تماما من امريكا، التحاليل في البرازيل تعتبر قليله لو بقرناها بامريكا، طبعا مديرين 13.5 مليون
كشف أو تحليل، ومع هذا عندهم تقريبا 3.5 مليون إصابة بالفيروس. فتصوروا يعني لو بتدير البرازيل أكثر من 71 مليون تحليل زي ما دارت أمريكا، فبكل تأكيد رقم الإصابات بدل ما 3.5 مليون توا هيوصل للعشرة مليون وأكثر. يعني بمعنى أن الإصابات اللي موجودة في البرازيل بالفيروس أكثر من أمريكا، لكن لأن البرازيل تدير في تحليلات أقل فلهذا الإصابات المكتشفة أقل. الإصابات الجديدة اليوم في الهند اللي الوضع الوبائي فيها سيء جدا، 43 مليون أو 43 ألف عفوا و515، ليرتفع إجمالي الإصابات بشكل عام في الهند الإصابات المكتشفة إلى 2.690.000 وكسر. بينما حالات الوفاة اليوم، والهند دائما تسجل أعلى نسبة للوفيات على مستوى العالم بشكل يومي، هي الهند 750 ألف. الهند مدارة 30 مليون تحليل، 30 مليون تحليل في دولة عدد سكانها 1.3 مليار. أمريكا 320 مليون، الهند 1.320 مليار. يعني الهند أكثر من أمريكا بمليار، ومع هذا مدايرة أقل من نصف التحليلات مدايرتهم أمريكا. يعني نقطة في بحر، يعني بنقول أن 30 مليون هادهم لما بتقارنهم بمليار يعني لا شيء، يعني تقريبا زي نحن الهند الأعداد التحاليل عندهم، احنا مدايرين 60 ألف وعدد سكاننا 7 مليون، هم مدايرين 30 مليون لكن عدد سكانهم 1.3 مليار نسمة، هي طبعاً تاني أكثر دولة في العالم فيها تعداد سكان بعد الصين بكل تأكيد. روسيا الإصابات الجديدة اليوم 4892 و55 حالة وفاة. وروسيا سبحان الله بعد ما عنوا على الإصابات أو عفواً بعد ما عنوا على اللقاح سبوتنيك في، بدت تزيد عندهم الإصابات. يعني ساوث أفريكا متجاوزين 5.5 مليون في إجمالي الإصابات. طبعاً جنوب أفريقيا من الدول اللي تتأخر في الإعلان، هذا علاش ما نلقوش بشكل يومي في إعلان النتائج. البيرو ثم المكسيك، إصابات جديدة اليوم في المكسيك 4448 إصابة مدايرين أو سجلت 214 حالة وفاة. المكسيك اللي يدوب مدايرة 1.1 مليون كشف في دولة عدد سكانها أكثر من 120 مليون وإجمالي الإصابات بشكل عام فيها 522,162، يعني أكثر من نصف مليون إصابة. فيعني لو بتزيد التحليلات الأعداد هتكون مخيفة. كولومبيا ثم تشيلي، تشيلي اليوم عندهم أكثر من 1500 إصابة، 61 حالة وفاة. إسبانيا لم تعلن لغاية الآن، إسبانيا سبحان الله بعد ما طلعت من وصلت تقريبا ترتيبها 15-16 رجعت بقوة وبدأ ترتيبها في المركز العاشر في أكثر دول العالم تضرر. إيران الإصابات جديدة اليوم في إيران 2247 إصابة جديدة سجلتها دولة إيران. دائما نقول أن الأرقام اللي تقدم فيهم إيران مش أرقام دقيقة. حالة الوفاة 165 حالة وفاة. UK المملكة المتحدة، بريطانيا إصابات جديدة اليوم 713 إصابة وعندهم 3 حالات وفاة. المملكة العربية السعودية اليوم 1372 إصابة جديدة في المملكة و28 حالة وفاة. المملكة مدايرة أكثر من 4.25 مليون تحليل أو كشف. الأرجنتين ثم باكستان، شوفوا إيطاليا مثلا اللي كانت رقم 1 الآن ترتيبها 17 على مستوى العالم. الإصابات الجديدة اليوم في إيطاليا 320 إصابة جديدة وعندهم 4 حالات وفاة. أخيراً نشوفوا العراق، ديروا طلة بسيطة على العراق. إجمالي الإصابات في العراق الشقيق 176,931 إصابة مؤكدة. طبعاً الوضع صعب في العراق. إجمالي الوفيات أكثر من 5800 حالة وفاة، بينما عندهم أكثر من 125,000 حالة شفاء كامل في العراق. وهنا نشوفوا المنحنى قريب للوضع الليبي. هنا في شهر فبراير لما كانت إيطاليا وأسبانيا يعانوا، في فبراير ومارس وإبريل تقريبا ما كانش فيه، كان عندهم إصابات قليلة جدا 1000 وحاجة. فجأة مع بداية شهر 5 شهر مايو
عده الاصابات تزيد، وتشوفوا هنا الخط البياني كيف بدا يزيد كيف بدا يزيد، يعني ساء فجاه الوضع وبطريقه مخيفه. ربي يكون طبعا في عون اخوتنا في العراق، وايضا للاسف العراق يعني نسبه الاصابات وعدد السكان تعتبر دوله تسجل في اعداد كبيره من الوفيات متضرره من فيروس كورونا. مشاهدينا تو خلينا نشوفوا اخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا. إذن ليبيا وتسجيل 434 إصابة جديدة و39 حالة شفاء، وللأسف 8 حالات وفاة يوم الأمس حسب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض. تنشوفوا الإعلان أو البيان بتاع المركز الوطني اللي كان رقمه 162 أعداد العينات اللي اخداهم المركز الوطني يوم الأمس. طبعا هو رب نقوله هذا بثلاث ايام فاتوا، احنا للاسف هو مكتوب 16 اغسطس لكن هو فعليا راه ممكن 14 او 13 اغسطس، لكن عموما نمشوا مع البيان واللي مكتوب فيه. اعداد العينات تقريبا 3000 2923 عينه بالضبط وزعت كالتالي: المختبر المرجعي لصحه المجتمع طرابلس 864 عينه، مركز المرجعي زليطن 112، فرع المركز الوطني الزاوية 91 عينة، الرقابة الصحية الدولية منفذ مساعد 70 عينة. طبعا الملاحظ ان منفذ مساعد بدأ يزيد، في البداية كانوا 14 20 كويس، يعني بدأ يزيد اكثر لانه معتمد عليه عدة مناطق او عدة مدن في المنطقة الشرقية. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 698 عينة، فرع المركزي سبها 91 عينة، مستشفى بنغازي الطبي 240 عينة، عدد كويس باهي بدأت تزيد الأعداد مرة أخرى. في يبدو أنها أزمة كيتس أو شن اسمهم يعني المشغلات ناقصة في المنطقة الشرقية. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 447 عينة، مختبر فرع المركز غريان 9 عينات، مركز الوطني الصحة الحيوانية 300، فرع المركز زوارة اللي بدأ أيضا حتى هو يأخذ في عينات عينة واحدة. إجمالي الإصابات أو العينات الموجبة 434، منهم 246 حالات جديدة و188 حالات لمخالطين، وسجل المركز الوطني مكافحة الأمراض 39 حالة شفاء وعدد 8 حالات وفاة. ارتداء الكمامة مهم جدا جدا، الكمامة هي السلاح الأول، الكمامة هي اللي بتقيك من كورونا. للأسف الشديد راهو في تفشي كبير في داخل ليبيا. أحد الأطباء من اللجنة الاستشارية العليا كنا على تواصل معاه وقال تقريبا راهو بنوصلوا 70% من الليبيين حنصابوا بفيروس كورونا، وإحنا هذا الخوف إن تزيد الإصابات وتزيد أعداد الحالات الحرجة، زيادة الإصابات بدون أعراض ماهوش بخوفش هلبا، يخوف في حالة الاختلاط انه هو مفروض يعزل نفسه في المنزل. والحمد لله يعني اغلب الليبيين الاعراض مش قوية هلبا، يعني في المجمل الخوف من الحالات الحرجة، الناس اللي عندها امراض مزمنة فجأة حالتها تسوء بنحتاجوا شري بنحتاجوا لغرف عناية فائقة، وهذا في نقص في ليبيا. ونشوفوا بيان مثلا مدينة زليطن اللي اعنت بشكل واضح، يعني قسم العزل مدينة زليطن خبر غير صار، استلاء قسم العزل امتلاء قسم العزل ألف للعناية الفائقة بعد دخول عدد كبير من الحالات على مدى 3 أيام.
واحنا هذا اللي نخافوا منه ان تزيد الحالات الحرجه. شو معناها؟ اللي معاش يقدر، اللي معاش قادر يتنفس وكذا، هذا لازم يمشي عنايه فايق، عنايه فايق باش يديروا له الجهاز التنفس باش يقدر يتنفس به. طبعا الوضع فيه لازم يكون معقم بالكامل واطباء، وهذا بيسبب ضغط اكثر على الاطقم الطبيه والاطقم الطبيه المساعده اللي تشتغل في مراكز العزل اللي اساسا منهكه الان، تعبانين لنا اليوم شهور في الوضع هذا. وطبعا لازم نحيي كل الاطباء الليبيين الموجودين في طرابلس، في بنغازي، في سبها، مصراته، طبرق، سليطن، كل المدن الليبيه الصراحه مش مقصرين وبادلين جهد غير عادي رغم قله الامكانيات رغم ظروف البلاد. نعرفه للاسف تو في طرابلس انقطاع الكهرباء، في بنغازي انقطاع الكهرباء، والمنطقه الجنوبيه طبعا انقطاع الكهرباء لساعات وساعات. هذا يأثر بشكل كبير على اولا التزام الناس انها تقعد في الحوش، ما عادش بيقعد في الحوش لان درجات الحراره عاليه بيطلع. هنا بيصير الاختلاط. اذا شنو الحل؟ انك تلبس كمامه. ما بيش نقول لك درجه الحراره 40 وقعد في الحوش وتحمل نو، لا اطلع، لكن البس كمامه وحافظ على المسافه 2 متر، يعني راهي بسيطه جدا العمليه. وخلاص كانك لابس كمامه ومحافظ على 2 متر وراه نسبه الاصابه 0%، لما شفنا فيديو موضح. فزي ما قلنا دائما بنحيوا الاطقم الطبيه على المجهودات الكبيره، وما ننساش حتى مدينه سرت صراحه اللي فيها شغل كبير. وخلينا نشوفوا مدينه سرت اللي اعلنوا على خروج ثالث حاله شفيت تماما، كانت مصابه بفيروس كورونا، الحمد لله غادرت مركز العزل في مدينه سرت. من داخل قسم العزل بمستشفى ابن سينا نعلن الحاله الشفاء الثالثه في مدينه سرت. الحاله الثالثه شخص أو مريض عمره 44 سنة، حالته يعني الآن الحمد لله جاء في حالة صعبة، الآن الحمد لله يعني حالة شفاء تامة. بهذا هيكون ثالث حالة شفاء في مدينة سرت. طبعا نحب نوضح لكل أهلنا في سرت وضواحيها وفي ليبيا أن بالنسبة لجائحة كورونا الحالات اللي هي الآن لعد الآن إيجابية أو عن طريق المختبر البي سي آر 10 حالات. طبعا الحالات اللي هي في حالات طبعا تم المسح الحالات حوالي 1600 عينة، 116 مسحة بالبي سي آر. الحالات اللي هي الموجبة تقدر تقول الآن هي 10 حالات، في حالتين وفاة وثلاث حالات يعتبر الآن ثلاث حالات شفاء. بالنسبة للقسم العزل يشتغل 24 ساعة مجهز بأربعة أجهزة تنفس صناعي و13 سرير إيوائي. يوجد في قسم الحميات في مجمع العيادات عيادة 24 ساعة في الهلال الأحمر والمركز الرعاية الصحية للعزل الصحي. طبعا الحالة الآن الثالثة الشفاء، ونتمنى طبعا السلامة للجميع والإجراءات الاحترازية لكل الأهل في مدينة سرت لتلقي أي الإرشادات من الإجراءات الاحترازية، لبس الكمامة، الابتعاد عن بعض، نفس الوقت اتباع الإرشادات التامة. والله شكرا الصراحة للطاقم الطبية الليبية، مش مقصرين ومجهود كبير اللي نشوفه فيه، ورانا فخورين جدا بكم وتجاشنا في هذه المرحلة، ما قصرتوش، لكم شهور تحت الضغط الآن في كل المدن الليبية شرقا غربا جنوبا في الوسط. شوفوا مدينة سرت اللي كانت فيها قلة إمكانيات، لكن شوفوا التزام كبير من الأطباء الآن، فتحية لكم الصراحة ما قصرتوش، ومفروض يعني أنتم الأبطال الحقيقيين الآن. في لو تلاحظوا الآن في أغلب الأندية الأوروبية مكاتبة، يعني الطليان كابتن جراتسي، الأسبان جراسياس، الفرنسيس ميرسي، الإنجليز ثانكيو، هذه موجهة للأطقم الطبية. فنحن نتمنى أيضا حتى في ليبيا تكون مثل هذه اللفتات لأنها مهمة جدا صراحة، حتى ترفع لهم روحهم المعنوية لو ماديا مثلا مش قادرين تدعموهم بالشكل المطلوب، على الأقل معنويا هم في النهاية عمل إنساني قاعدين يأدوا فيه في هذه الفترة، مهم جدا جدا. شوفوا أيضا تواصل الأعمال الإنسانية والمهمة جدا، تقلوا المنطقة الشرقية اللي بدت فيها حملة
أطلقتها هيئة السلامة الوطنية حملة لتطهير وتعقيم المدن والمناطق اللي في شرق ليبيا، تحديدا من مساعد شرقا إلى المرج غربا، وكل المناطق اللي بين مساعد والمرج، وأيضا ضمان التدابير الاحترازية والوقائية اللي فرضتها الحكومة الليبية لمواجهة الوباء، وهو أمر مهم جدا جدا الصراحة. ونحيوا يعني هيئة السلامة الوطنية على الحملة اللي أطلقتها في المنطقة الشرقية، ونتمنى يعني في كل المدن وكل المناطق نشوفوا مثل هذه المبادرات الجميلة جدا والمهمة. أيضا نشوفوا الآن قاعدين في المنطقة الشرقية نشوفوا الطبر والإيجاز أو النشرة اليومية للوضع الوبائي في داخل المدينة. صحة 13 حالة اشتباه من داخل قسم العزل بمركز طبرق الطبي، 2 عينة موجبة و11 عينة سالبة. تم تسجيل 5 حالات تعافي من داخل مركز الحياة بمدينة طبرق، وكذلك تسجيل حالة وفاة، ليكون العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة إلى هذه اللحظات 104 حالة مؤكدة بالبي سي آر، 43 تعافي، 11 وفاة، 50 حالة نشطة. فالوضع الوبائي ما زال في مدينة طبرق يعاني من خطورة، فنتمنى من المواطنين وسكان هذه المدينة اتباع الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية لكي تمر هذه الأزمة على البلاد. إن شاء الله الله، وإن شاء الله يعني هذه الإجراءات يأخذوا بها الناس، راهو أكبر مسبب الآن لانتشار المرض في ليبيا هو المناسبات الاجتماعية، إن كان المآتمة أو الأفراح، راهي مؤثرة بشكل كبير في انتشار الفيروس في أغلب المدن. الانتشار الأخير اللي صار بسرعة في مدينة مصراتة كان سبب المقتل بداية، وبدت انتقال العدوى، وهذا صار قبله في طرابلس وفي سبها وفي بنغازي. يعني المآتم والأفراح والمناسبات والتجمعات راهي مشكلة، لأن دير احتمال الدكتور المقدمي عضو اللجنة العليا قال المفروض كل مواطن ليبي الآن يعرف أنه هو لما بيتلاقى مع شخص احتمال ما بين 30-70% أنه هو مصاب كورونا، وممكن أنت نفسك مصاب كورونا غير ما طلعتش عليك أعراض أو كانت خفيفة أنت ما توقعتش أنها كورونا. في وسط تجمعات في ناس كبيرة مناعتها ضعيفة كذا، هنا يصير الانتشار الأكبر الكبير. فنتمنى يعني يكون في التزام في مدينة طبرق واللجنة الاستشارية ومركز العزل قاعد يؤدي في شغل كبير جدا بصراحة، ونتمنى يعني أن الناس تتعاون معاهم، لأن تو نشوفوا في دكاترتنا مش مقصرين الأطباء والممرضين وكل العاملين، أنا ما نحكي على كل العاملين في المجال الطبي وحتى الإداريين إلى آخره، خلاص يعني بيبقى أكثر من هيك ماش عندهم ما يديروا، اللوم علينا تو، يا بنساعده في الانحسار يا بنخلوه انتشار بشكل واضح. وأهم شيء قلنا المناسبات الاجتماعية اللي مأثرة بشكل كبير في انتشار الفيروس في عدة مدن ومناطق ليبية، فتمنوا الالتزام. فمشاهدينا نشوفوا احنا في العمق يعني في شمال أفريقيا دول المغرب، المغرب العربي أو المغرب الكبير كيف ما تبي تسميه، ليبيا تونس والجزائر والمغرب، في يعني الحال مش بعيد على بعضها. المغرب يعني فيها انتشار كبير، الجزائر كانت تونس، بعدين احنا اخذنا مكان تونس، بدنا احنا في الترتيب الثالث. تونس الواصله يوم الامس مثلا تم اكتشاف 96 اصابه جديده، منهم 84 عن طريق المسحات، و12 لحالات قديمه رجعت انصابت مره ثانيه، والعدد هذا كبير لان تونس وصلوا بدو يكتشفوا في 8-15 الشهر الماضي، فكان يعني وجدتهم ايام ما فيش اكتشاف لاصابات، فكانت مؤشر ايجابي جدا. فالان عاد الان لما نقول لك 96 بعد ما كنت نكتشف 14 حاله بس نرجع ونكتشف 96 في يوم واحد مشكله. وعموما تونس اجمالي التحليلات اللي مديرتهم هي تقريبا ضعف التحليلات اللي مديرتهم ليبيا، تونس مديرين اكثر من 113 الف كشف او تحليل لفيروس كورونا. ممكن نشوف هذا التقرير ونتعرف على الوضع الوبائي، وبعدها يكون معي مداخله مراسل قنوات 218 في تونس زميلي عبد الرحيم رزقي. لازم الناس تدور على رواحها، ما توا كي هما ما يشدوا على ديارهم ما نجموش ياكلوا ما نجموش يعيشوا،
حتى الماء وحتى الضوء نخلصوا فيه نحن وقاعدين في الديار. تو كيما انا انسان وماريه وكل شيء نخدم وحدي فهمت كيفاش هكاك. مادام عندنا الكل يدور هكاك بطبيعة الحال ويدور هكاك وحال سيف. برا شوف انت تو اليوم في النهار طلعت في المترو المترو في عز القايله يغفق بالسخان. ونزيد معاك الكمام كيفاش تولي الحكايه. الدوله زاد سايبت على الاخر ما حقاش سايب بالطريقه هذه. شو يعناها كات سيطرنا شوي صيان سايبوا ونحل الماء على البطيخ. ليه لازم ناخذوا ديما احتياطاتنا في كل وقت. سبب خاطر اهمال الشعب التونسي. التونسي تهمش معناتها حاسبينها حاجه عاديه وهي معناتها كوفيد 19 حاجه خطيره برشا. تجاريه تشعملت في العالم الكل طول مون طيحت فينونس انترناسيونال طاحت اقتصاد الكل طاح. انا ابسط حكايه مشيت للسوق باش نشري باش نشري باش معناتها قال لي ليه معنيش من نجيبوا البورتو مسكر. تو كي حلت المطارات وحلت كل شيء باش باش يرجع لينا. اذا الاقتراب اكثر الاوضاع في الشقيقه التونسي. ينضم لي الان زميلي مراسل قنوات 218 من هناك عبد الرحيم رزقي. مساء الخير عبد الرحيم. مساء الخير عبد السيف ومساء الخير لكل مشاهدين 218. عبد الرحيم يا ريت تضعنا في الصوره وزياده الحالات مؤخرا يعني شو السبب وكيف الوضع الوبائي الان في تونس واخر تعليقات وزاره الصحه بالخصوص في تونس. باش نعطيك تصنيف عام عبد اللطيف. تونس عادت تسجيل عدد هام من الاصابات بعد ان كانت اعلنت عن خلو البلاد من هذا الوباء في جوان 2020. نرجعوا من يومين التالي تاريخ 16 اوت 2020 تم تسجيل 2107 اصابه مؤكده من بينها 1358 حاله شفاء و54 حاله وفاه كما ثم 24 شخص في متابعه في المستشفيات. وقد تم تسجيل اكبر عدد المصابين في يوم واحد منذ بدايه تفشي هذا الوباء من مارس اللي هو يوم 14 اوت 14 من شهر هذا اذا بلغ عدد 120 حاله اصابه جديده من بينها 116 حالة محلية يعني عدوى في تونس. نعم هو الخوف دائما من الإصابات المحلية طبعا. اي عبد اللطيف نحن في تونس عندنا ولاية الجنوب اللي هي ولاية يبس وقع تصنيفها أمس كبؤرة للوباء إذا تم تسجيل 292 حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس. في جابس. اي جابس. نعم. بالتحديد معتمدية الحامة من ولاية جابس. تمام. كم اعداد الاصابات كان في جابس المسجله؟ 292 اصابه في الولايه. ايه رقم كبير يعتبر. لذلك امس قررت رئاسه الجمهوريه ارسال مساحه عسكريه مستقله لمتابعه هذه الحالات الصحيه. تمام. لكن امام هذا التفشي وارتفاع حالات العدوى، قرر اليوم الدوله انها تتعايش مع الوضع الوبائي وعدم العوده الى الحجر الصحي الاجباري او الموجه او الى غلق الحدود وكذلك العوده المدرسيه اللي باش تكون يوم 15 سبتمبر يعني لم يقع تغيير على اي موعد فيها. نعم. ايضا في اخبار الان على عوده الدراسه وفي في زي اللغط صاير وناس رافضه والموضوع. هل تم تاكيد ان بترجع الدراسه؟ هل في موعد معين؟ هل مثلا وزاره التعليم وزاره الصحه اتفقوا في هذا الخصوص الان؟ اليوم وزاره التربيه التونسيه كانت خرجت بلاغ اكدت ما انه الحكومه اللي نحكيو عليها راهي حكومه مستقله يعني تنجم في اي لحظه ترجع فيه البلاغ هذا. اكدت انه عوده الدراسه باش تكون يوم 15 من شهر القادم يعني ما قاش حتى تغيير على هذا الموعد. تمام 15 سبتمبر. 15 سبتمبر صح. كما عبد الكريم كما انه اليوم في المساء ما يقارب ساعه التالي كانت وضعت وزاره الصحه اجتماع احضر فيه مندوب على وزاره الصحه، مندوب على وزاره النقل، مندوب على وزاره السياحه والصناعات التقليديه ومندوب ايضا من وزاره الخارجيه. دارت افضل سبل لمزيد التنسيق ودعم جهود المشتركه بين مختلف هذه القطاعات لتفعيل البروتوكول الصحي. المجتمعين رفعوا درجه اليقظه ودرجه الحذر فيما يتعلق ب دعم الوقايه الفرديه والجماعيه لمواجهه هذا الكوفيد. نعم. تمام. احنا شفنا في الصور اللي وصلتنا الان عبد الرحيم ان الحياه تقريبا رجعت لطبيعتها خاصه في تونس العاصمه. هل هذه المشاهد يعني ثابته الان؟ ما عادش في الاجراءات الاولى الاحترازيه والتخوف من الناس؟ والله في العموم يشهد الشارع التونسي تراخي كبير وعدم احترام البروتوكولات الصحيه خاصه بعد اعلان الدوله عن انتصار على هذا الكوفيد. إذا التونسي يعيش حياة عادية رغم عودة انتشار المرض، فتجولك في الشارع التونسي
قل من يصادفك يرتدي قينية أو كمامة أو تلقى عنده المطهر يقتصر هذا الارتداء عند دخول المتحات التجارية الكبرى أو الإدارات أو البنوك، أما في المقاهي والمطاعم والنزل فهي تمارس نشاطها بشكل عادي، وبقى السؤال المطروح إلى أين ستذهب تونسي؟ تمام، يعني في الأماكن الحكومية في الوزارات في المترو مثلا لازم تلبس الكمامة، لكن في المقاهي والفنادق لا، ما عادش فيه النقل لا. فهمت. في المطارات والمواني البحرية والجوية بصفة عامة فرضوا قرار انهم ما يكون موجود في هذه المساحات كان ما يرتدي الكمامة، وايضا في الفروعات التجارية الكبرى. شكرا جزيلا لك، وربي يحفظ تونس الخضراء. زميلي العزيز عبد الرحيم رزقي كنت معنا من هناك، وايضا في اللي لازم اشوفه في تونس كان في التزام كبير، وتونس قبلنا لو تتذكروا اكتشاف الاصابات وكذا، بعدين خلاص لان يعني بجتهم ايام اكثر من اسبوع واكثر من 10 ايام عدم تسجيل اصابه، بدت تخف الاجراءات وبدت عاد مطار تونس قرطاج المونستير، يعني عندهم عديد من المطارات رجعت، ميناء، الفنادق فتحت، المقاهي، تونس دولة سياحية، راهو عدد الفنادق يعني ما فيش مجال مقارنة في هذا بيننا وبينهم، احنا يعني أعداد قليلة جدا بالنسبة للفنادق والمنتجعات وكذا، فهم كله فتحت مرة واحدة، فهذا سبب يعني في عودة الإصابات. هم ما كانوش خايفين من الإصابات اللي بيجيهم من برا، يعني لما يجيهم سائح ألماني فرنساوي جاي بالمرض ما عندهمش مشكلة في الموضوع، المشكلة دائما في الإصابات المحلية، الإصابات من التوانسة المقيمين اللي ما طلعوش من تونس فجأة تكتشف عنده أنه مصاب من فيروس كورونا، يعني بتعاود بتحصن من خالطة، بترجع للقصة من بدايتها. يعني عموما قلوبنا مع أخوتنا في تونس، وزي ما قلنا احنا من خلال خليك في الحوش دائما حتكون عندنا وقفة نتابعوا يعني أخبار الأوضاع الوبائي في دول شمال أفريقيا بشكل عام، وعلاش لا يعني حتى الدول العربية على قد ما نقدروا. طيب نخلوكم مع فاصل قصير نشوفوا الجونة. الجونة اللي هي أحد المناطق السياحية الكبيرة في مصر، طبعا عانت الفترة الماضية لأنه توقفت السياحة والمطارات سكروا وكذا والإغلاق اللي شهد العالم، الآن إلى حد ما بدت ترجع لطبيعتها، لكن الجونة موفرة مستوى عالي جدا من الخدمات، وأيضا فارضة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل كبير، يعني لعلنا هي تقدر تسترجع على الأقل نسبة ما بين 20 إلى 30% من عدد السياح اللي كانوا يجوها كل عام. كلكم هذا فاصل نرجع ثاني. مشاهدينا الكرام، نرحب بكل من ضمننا الآن لمتابعة بقية فقرات خليك في الحوش. مشاهدينا ننتقل يعني أحد المدن اللي تعتبر بؤرة الآن، احنا كانت في البداية طرابلس ثم سبها، وللأسف انتقل الموضوع وبدت مدينة مصراتة أيضا فيها تسجيل كبير، فتم تخصيص مركز درن للحالات الحرجة في داخل المدينة، وجاء هذا التخصيص من وزارة الصحة في حكومة الوفاق. المركز طبعا الواقع بمنطقة زريق،
وبيكون المركز لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، يعني مش الحالات العادية ولكن لا الحالات الحرجة يتم تحويلها لهذا المركز. طبعا تم صيانته في الفترة الماضية، والآن أصبحت الساعة السريرية في داخله 16 سرير عناية فائقة، 16، وأيضا تم تزويده بمصنع أكسجين طبي. وأيضا يعني في ذات الخصوص مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة السيد فوزي ونيس أو نيس قال إن وزارة الصحة تمكنت من إنشاء أكثر من 32 مركز لعلاج المصابين بكورونا في مختلف المدن والمناطق. وأيضا أشار إن أغلب المشاريع، وهناك مشاريع الآن تحت الإنجاز، ونسبة الإنجاز فيها وصل ل 75% لرفع كفاءة القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا. نتمنى يعني يكون يد عون ويكون مركز يعني يعطي شوية خفف الضغط، روع في ضغط هلبة الآن على مراكز العزل في مختلف المناطق في ليبيا. تو نشوف الوضع في مدينة بنغازي اللي كان فيها اكتشاف حالات ونطمنوا أكثر، ويكون معنا الدكتور أنسل برغتي أخصائي أمراض الصدرية وأيضا هو مدير مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن. دكتور أنسل برغتي مساء الخير. مساء الخير وعليكم. وعليك السلام. نعم دكتور أنس، ياريت تضعنا في الصورة الآن، وتم اكتشاف الحالات في الفترة الماضية بداخل مدينة بنغازي، فتقريبا كم يعني حالة الآن مثلا موجودة في مركز الكويفية للأمراض الصدرية؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. طبعا مؤخرا لاحظنا زيادة في عدد الحالات، نحن طبعا انت عارف يعني معني بالامراض الصدرية، عارف ان مرض الكوفيد يعني مرض الكورونا متعلق تحديدا بالامراض الصدرية. صحيح. عادة يعني معظم الحالات اللي يشبه من حرارة وكحة وجسم التنفس وفقدان الشهية طبعا للحاسة الشم وكذا، فهذول طبعا في الغالب يجون من المستشفى الكويتي، يعني احنا نعتبره فلتر للمنطقة بالكامل. نعم. فالحالات يتم تشخيصهم عادة يعني نحن نتيجة نقص في المعارف مثلا فيها والدكار، لكن نحن معتمدين بالتشخيص على الصورة المقطعية وعلى الوضع الكلينيكي للمريض، وبالتالي نقوم بتشخيص الحالات وعلى حسب الجدول الموضوع يتم نقل الحالات الى مستشفى مركز بنغازي الطبي او مستشفى الهواري على حسب الجدول. ولكن اللي لاحظناه ان في المده الاخيره فعلا في زياده في عدد الحالات، ونسال الله السلامه ان شاء الله. نعم دكتور انس، بعض الناس في مدينه بنغازي تواصلوا معنا قالوا ان يعني حاولوا ان هم يديروا المسحه او التحليل متاع لكن قالوا مش متوفر الان في بنغازي، ما حقيقه هذا الامر؟ وهل في عجز في اجهزه البي سي ار او النقص هو في العينات؟ نبغى نفهم الاشكاليه هذه بس. يعني هو طبعا كيف ما انت عارف طبعا احنا ما نشي من ضمن اللجنه صحيح خلفيه ما يتعلق بالمسحات وكذا، ولكن نحن نتبع ما يحدث في العالم كله يعني من ناحيه تشخيص مرض كورونا. طبعا عاده التشخيص ما يعتمدش على المسحه فقط، بل بالعكس يعني عن طريق الوضع المريض وتحقيق صوره الاشعه الاعراض اللي جايه بين المريض بالاضافه الى الصوره المقطعيه، يعني تحسب الصوره المقطعيه يعني السنسيتيفيتي او دقه التشخيص تحسب كبيره جدا. فنحن المده الاخيره يعني معمل المستشفى نشتغل بالربط او ما يعرف بالتسجيل السريع. الو نعم نعم في استماع دكتور. كيف بالاعراض والصوره المقطعيه؟ لان في نقص على حسب ما ورثنا من خلال اللجنه الاستشاريه في نقص شديد في المسحه، وهذا طبعا نسوى العالم كله، ان العالم كله يشتغل بالمواجهه بين خاصه بتشخيص اللي هو سواء كان مواد متعلقه بالجين اكسبرت او الفلو سيستم او ما يعرف بالكمبيوتر سيستم اللي هو ما يعرف بالبي سي ار. نعم. المسحه فيها نقص شديد على مستوى العالم،
لكن نحن نتبعه في جميع طرق المستخدمات على مستوى العالم اللي هو الطريقة الحديثة في التشخيص اللي هي معتمدة على خاصة في وضع الانتشار اللي هو معتمدة تحديدا على وضع المريض الصحي الأعراض الجديدة بالإضافة لما يرى بصورة مقطعية اللي هي كيف يعني في داخل مدينة بنغازي في تخوف الآن اللي يقولوا يعني في انتشار كبير، أنت كيف تصف الوضع الآن دكتور أنس وحضرتك يعني مدير مركز الكويفية الأمراض الصدرية والدرن، وزي ما قلت يعني هو الموضوع متعلق دائما بضيق تنفس إلى آخره، فهل في ناس هلبة معزولة الآن في بيوتها، هل هذا إجراء طبيعي يعني؟ والله نحن يعني نتبع طرق اللي يستخدم فيها العالم كله في قناعتنا، نحن في المستشفى الكويتي نحن الان نعتبره فعلا صحيح كلام منطقي وعلمي، واللي مش مكذب ولا يقول ان احنا فيش كورونا ولا كذا. نعم ويبدا احنا نعم تسمع فيها دكتور انس؟ يبدو للاسف فقدنا الاتصال. عموما شكرا جزيلا للدكتور انس البرغتي، هو مشغول اعطانا من وقته، أخصائي أمراض الصدرية وأيضا هو مدير مركز الكويفية الأمراض الصدرية والدرن. في ناس تقول يعني إن في بنغازي إن في إحنا انصبنا وعندنا الأعراض لكن ما فيش إجراءات وما فيش مسحات، فليأكدوه لنا تو الدكتور أنس إن بمجرد ظهور الأعراض إذا في إصابة في العالم الآن، حتى في الدول المتقدمة عندها طب الآن في أوروبا، هذه الرسالة لإخوتنا في بنغازي وفي ليبيا بشكل عام، معاش يعزلوا في الناس في المستشفيات لأن الأعداد بالألاف، هذا طبيعي، راه مش تقول مثلا لا تخلوا علينا أو كذا، لا هو معاش في إمكانية، لأن زي شفنا أمريكا عندهم أكثر من 3.5 مليون إصابة أكتف توه ناس، يا مستحيلة بيحطوا 3.5 مليون في العزل، نو واي، ما فيش إمكانية. فأنت شو بتدير الناس اللي ما ظهرتش عليها أعراض وانت اكتشفت أنها مصابة، تقعد في الحوش تعزل نفسها ذاتيا، هذا المفروض الوعي المجتمعي. الناس اللي ظهرت عليها أعراض بسيطة يتم إعطاها مجموعة من الأدوية وأيضا يتم عزلها في المنزل. فمن اللي بيمشي لمراكز العزل هم الناس اللي عندهم الأعراض القوية، واللي بعدين توصل بالمرحلة لا قدر الله إن شاء الله لضيق التنفس وخلاص وما عادش قادر يتنفس، هذا اللي يمشي لغرفة العناية الفائقة. هذا التصنيف راه في العالم كله، وهذا اللي اكده لنا دكتور انس البرغتي اللي انا بنحييه الصراحه، ومن خلاله هو بنحيي كل الاطباء ان كان في مدينه بنغازي وفي كل الاطباء الليبيين اللي مش مقصرين يبذلوا جهد كبير. يعني نتمنى ان الناس ما عادش في يكون ضغط على الاطباء. انت لما تحكي وتقول ميزانيه ومشيت ارى الدكتور ما ليش علاقه، دكتور زيك ياخذ في راتبه، وحتى هو راه بالشهور ما ياخذش في المرتب، يعلم الله بالحال. فلهذا مفروض ان احنا نحيوا الاطباء، احنا اللي بارك الله فيكم كذا، راهو كان فجاه الطبيب الليبي يتخلى توا على المنظومه، يقول هاي القطاع فاسد وانا بنسيب عشان بنشتغل، بنضيعوا احنا سلاحنا توا الاطباء، هم جيشنا وسلاحنا طبعا الذاتي، هو المفروض ارتداء الكمامه والحفاظ على مسافه مترين، هذا امر مهم جدا جدا، وعدم الاستماع للاشاعات. احنا اول ما بدت الكورونا قالوا لنا لا ما تخافوش، زمان معمر اعطيكم تطعيمه ملاريا ولا شنو اسمها ما يجيكم. المشكله كتبوها صحفيين كبار مثقفين كبار على صفحاتهم في الفيسبوك، خلوا الناس البسيطه تتردد في الكلام هذا، تقريب صدقناه، فهذا سبب في الانتشار. ايضا الاشاعات الثانيه مؤامره، لا بالعاني، لا يحاربوا في الدين، يحاربوا في مش عارف شنو، يعني وصلت لمرحله قالوا تعرف هم علاش داروا التباعد الاجتماعي؟ لان احنا في ديننا عندنا الترابط الاجتماعي، فهم يبوا يحاربونا يعني شوف له الدر، والناس تصدق، يكتب مسكين يبدا هو مكتئب والوضع اللي عايش فيه والوضع الاقتصادي في البلاد يصدق كلام زي هذا، الله غالب. فساهمت الصراحه في ناس احنا كنا معتمدين، والصحفيين الكبار والمثقفين المفروض يساعدونا ويساهموا في رفع من مستوى الوعي، لقيناهم هم اللي ينشروا في الكذيب والخرافات وكذا. شفت اول الطبيب الليبي وصلت مرحله انه الناس بدت ما عادش تشكر في الاطباء الليبيين، بالعكس لازم تشكره، زي الدكتور انس هذا لازم تشكره، اي دكتور ليبي، دكتور بدر الدين النجار، اي دكتور ليبي لازم تشكره في هذه الفتره، لو يقدر يروح لحوشه هو شو بتدير له انت؟ تجيبه بسيف عليه؟ ما تقدرش، ما ياخذش مرتب حتى، قاعدين يحاولوا، بدل ما نشكروهم ونساعدوهم
قاعدين احنا نرددوا في كلام الصراحه مش وقته. لو كان الوضع طبيعي عادي كل حد حريه واكتب اللي تبيه على الفيس، لكن نشر معلومات خاطئه او تخوين للاطقم الطبيه في حد ذاتهم هذا مرفوض تماما الصراحه. واحنا الاطباء الليبيين ما قصروش في هذه المرحله. انتم مشاهدين خلوكم مع لقطات من افتتاح مركز شخره للعزل في مواجهه فيروس كورونا في المنطقه. بسم الله. نحن اليوم في افتتاح مرفق الحجر الصحي الذي تم تجهيزه داخل بلدية شخرة. تم تجهيز هذا المرفق من بكل ما يحتاجه الشخص الذي مصاب أو الشخص الذي سوف يتم وضعه في الحجر الصحي، فتم تجهيزه بكل ما يستحقه، وكذلك تجهيز المعدات التي تستحق العناصر الطبية والطبية المساعدة حيث تم تجهيزها بالكامل. وهذا المرفق يسع 20 سرير، 10 للرجال و10 للنساء، حيث سوف يقدم خدمة لبلديات الواحات الثلاث. أدربنا فريق متكامل من عناصر طبية طبية مساعدة على التعامل مع المرضى داخل أو الأشخاص راح يكونوا داخل الحجر. كويس، يعني بيساعد في رفع الكفاءة وتقوية قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا في منطقة شخرة الآن. واتمنوا يعني تكون مثل هذه المراكز موجودة والله في كل القرى وكل المدن الليبية. ثاني مشاهدينا بنأكد ان احنا من خلال خليك في الحوش دائما ندعم الأطباء الليبيين، الأطقم الطبية، الأطقم الطبية المساعدة وكل العاملين الآن في مراكز العزل وفي المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا. حتى الأطباء اللي ما يشتغلوش مواجهة فيروس كورونا قاعدين في المستشفيات الآن حتى هم يعتبروا جيشنا الأبيض، لأن في تخوف كبير وقلنا راو أكثر من 23% ما تقوم طبية على مستوى العالم انصابوا من الأطقم الطبية المساعدة، طواقم التمريض ينصابوا بالفيروس كورونا. علاش؟ لأنهم يشتغلوا في المستشفيات، يعني تضحية كبيرة قاعدين يأدوا فيها. وفي ليبيا رانا حتى احنا شبه يومي عندنا دكتور أو دكتورة أو ممرض أو ممرض ينصاب بفيروس كورونا، ومع هذا ما هربوش. قلنا راه الطبيب الليبي وضع زينا زي ما لا راتب ولا شيء وكذا، والعلاوات مشت وكذا. تحكي في ناس عارف أنا الميزانية وأكثر من مليار راح ومش عارف شيء، لكن هذا مش مشكلة الأطباء ولا مشكلة لجنة استشارية عليا ولا مشكلة مركز وطني. هذا ما عندهمش فلوس، راه هادو استشاريين يعطوا في توصيات، يقروا يتواصلوا مع منظمة الصحة العالمية، يعطوا في خبراتهم تكون فيها يعطوها للجهات المسؤولة. هم بعدين السلطات العليا هي اللي مفروض تنفذ هذا الشيء أو تقوم بتطبيقه ومراجعته وبتعديل بعض النقاط فيه. فلهذا أرجو دعم الأطقم الطبية المساعدة، الأطقم الطبية وأطقم التمريض الليبية اللي ما قصرتش أبداً في هذه الفترة في مواجهة فيروس كورونا. غدوة نتلاقى معكم في حلقة جديدة من خليك في الحوش. ربي يحفظكم، إلى اللقاء.